الشطائر تبدو جيدة، سأخذ واحدة. نحتاج للأكل، ساعدنا أيها الشاب. نفذ طعامنا، أيمكنك مساعدتنا؟ إنها وجبتي، سأكل شطيرتي. أثناء عودته، سقط المفتاح خاصته. ها؟ المفتاح مفقود، والباب مسدود؟ الأمطار تهطل، ماذا أفعل؟ تعال هنا واختبئ بيننا، سأحل المشكلة بأنفي المذهلة. وجدت مفتاح الباب. ها، يمكنني الذهاب. لا يمكنني تركهم، سأقوم بإدخالهم. أدخلتهم للبيت وبالطعام أتيت. في البيت الآن صرنا بأمان. أقوم بتحضير الغداء، سأصعد وأخلع الحذاء. هاي، ماذا تفعل يا غلام؟ سأقفز لوعاء الطعام. لتحضير الوجبات أضع 3 بيضات، نضع الدقيق فوقهم والزيت لخلطهم. نظفت المكان، افعل مثلي الآن. لا حاجة للتنظيف لنرى طعامي الظريف. إنهما وجهان ظريفان، لكن بي يمسكان. اتركاني كلاكما، سأنقذك منهما. يا لها من مشكلة، لكن لدي فكرة مذهلة. البخاخ سينفعني، لكن كلاهما يدفعني. لقد سيطرا علي، لكن سأستخدم قدماي. وصلت للبخاخ بذكاء وبدأت برش الماء، هذا أفضل الحلول. هيا أيها الغول، بالبخاخ أمسكت ومنهم تخلص. نجحت الخطة وانتهت الورطة. سأهرب بلا تأخير. لن تنجح يا صغير. بسرعة نطير في الهواء على انتظار الإشارة الخضراء. هناك شاحنة تتقدم للأمام، وفجأة وقع الطعام. كان يجب علي الانتباه، بسرعة أنقذت الفتاة. يبدو أن الطعام قد ضاع، يجب علي الإسراع. هيا بنا لنطير. وداعاً أيها الشبل الصغير، سأترك لك هدية، تلك تعويذة الطعام السحرية. ها؟ عادت البيتزا من جديد؟ وبدأ يظهر منها المزيد. لا يمكنك أكل كل هذا، الآن سوف أريك لماذا. على جهاز الأشعة هنا ستظهر معدتك بسهولة لنا. كثرة الطعام تخيفها، هكذا سوف تقوم بخنقها. حسناً، لقد فقدت الشهية، لكن رائحة الطعام زكية. ربما نكتفي بواحدة. تلك فكرة جيدة، أحب طعم البيتزا الرائع. والآن خرجت للشارع، سأقوم بالتوزيع ليأكل الجميع. سباق الكلاب الآن، وضعت جروي في المكان. 1، 2، 3، انطلاق. اختبار القفز لبدء السباق. سأبدأ القفزة الأولى، تبدو في غاية السهولة. فعلها كلبي، إنه الأفضل. انظر جروك ماذا يفعل. علق كلبك فوق الحاجز. هاي، كلبي هو الفائز. لنلعب جولة أخرى، أحضر الكرات بسرعة. كلبي عاد أولاً، وتوقف جروك مجدداً. ياي، هذا ليس ذكي، لم تحضر الكرة إلي. الجولة التالية بالتأكيد سيفوز كلبي من جديد. لن نفوز بتلك الجولة دون مساعدة السلة. عدد الإعجابات كثير، أحب الجميع كلبي الصغير. يمكننا الفوز ثانية عند الجولة التالية. إنه سباق حتى النهاية، كلبي بطيء البداية. صوت مياه كثيرة، تبدو مشكلة كبيرة. ها، ربما لا أفوز، لكن سأساعد العجوز. جعله النباح يستدير ورفعني الماء الكثير.
كلب صغير. هذا بيت الزومبي، لقد وجدتهم، فلنهدمه فوقهم. من البيت خرجوا مسرعين ويركضون في الطريق خائفين. في الإناء الكبير يوجد الكثير من العصير، أريد أن أشرب أكثر، فوقعت وتحول لوني لأخضر. تحولت أختي الصغيرة؟ صارت زومبي خطيرة، سوف تحولني مثلها، علي الحذر من أسنانها. هذا عصير أيها السخيف. لم يعد الأمر مخيف. لم يكن هذا جيداً، لن تخدعيني مجدداً. ليس هذا عصير شهي؟ إنه زومبي حقيقي. لقد تحطم بيتنا. ماذا يفعلون هنا؟ يبدو أنهم في ورطة. لمساعدتهم لدي خطة. بمكعبات الألوان سأبني لكم بيتاً الآن. ما رأيكم يا رفاق؟ إنه الأسوأ على الإطلاق. لم يعجبهم لون البناء؟ إذن سيحبون المكعبات السوداء. بدأت من جديد في بناء البيت. تفضلوا، لقد انتهيت. وداعاً يا أصدقاء. لقد انطلقوا للفضاء. أيها الصغير، آسف على التأخير. أنقذوني. توقفوا يا أطفال، ابتعدوا في الحال. البطاطس التي أحبها. لم يترك لنا بعضها. لتأخذوا الأكل ستعملون في الحقل. حان وقت البداية. إنه صعب للغاية. كان هذا غبي. لدي حل ذكي. في هذا الجرار يوجد حفار. حفرنا في لحظات لنجمع الثمرات. حصلنا عليهم جميعا وخرجنا سريعا. وقت التحضير. سأبدأ بالتقشير. يبدو هذا ممل، لكن لدي الحل. بتلك الخدعة سنحضرها بسرعة. رميتها كلها وانتهيت بعدها. كانت تلك الأخيرة، لكن الأنواع كثيرة. نقطع الثمار من أصناف الخضار في الزيت. وضعتها لنقوم بقليب. انتهى تحضيرها ووضعنا الملح بها. وجبة رائعة بألوان متنوعة، طعمها جميل. أريد القليل. ليس تلك المرة. أثناء القيادة غناء جميل. من الخلف سقط البرميل. الطريق يبدو مضطرب. كل البراميل تنقلب. انسكب سائل البرميل. تحولت زهرة لرجل طويل. العمل يشعرني بالإرهاق. يبدو سهلاً للعملاق. وقع من السائل قطرة فتحول الفطر لشجرة. مرتفع جداً. ماذا أفعل؟ كيف سيهبط للأسفل؟ سأنزلك بعد قليل، لكن ساعدني في التحميل. لمست الخنفساء السائل. صارت ضخمة بالكامل. شكرا للمساعدة يا صديق. ذبابة تعطس عند التحليق. سقطت جراثيم صغيرة وتهاجم بصورة كبيرة. الجراثيم العملاقة مقززة. سأطردها بأسلحة مجهزة. 1، 2، 3. نظفتها بكل سلاسة. وصلنا أخيراً للبركان. الشاحنة لا تصعد الآن. كنت سأبدأ بالبكاء، لكن أتت الخنفساء. هكذا تنتهي الحكاية. إنها أجمل نهاية. أحاول القيام، لكن لدي زكام. حالتها غير جيدة، علي المساعدة. الزهور مع الماء ستساعد في الشفاء. سيغير طعمه السكر. لن أشرب أكثر. بعد تفكير لنحدث بعض التغيير. جعلته مكعبات. أريد بعض القدمات. هذا ما كنت أرغب.
لا، لن أشرب. لدى الأميرة السعال، سأعود في الحال. أقوم بالتحضير لنصنع العصير. عصير الألوان والسكر الآن. نضعهما معاً، كان هذا رائعاً. الآن نحمل. وللأميرة نوصل. الألوان الكثيرة أحبتها الأميرة. سأنظف المكان قبل العرض. لقد وقعت على الأرض. صار نظيفاً للغاية. هيا لنشاهد من البداية. الآن سأجلس أنا والدبدوب ونتناول بالفشار والمشروب. نستمتع بوقتنا نحن الاثنان. لقد أفسدوا المكان. ما تلك التصرفات؟ عليكما استخدام سلة المهملات. توقفي عن إزعاجنا، سنفعل ما يحدو لنا. أنت تحجبين الرؤية الآن. يجب تنظيف المكان. أفسدتم الأرضية يا أولاد. هيا عليك الابتعاد. كيف أحل تلك المشكلة؟ خطرت لي فكرة مذهلة. بقوة شفط الهواء سأنظف بسرعة في كل الأرجاء. سأرفع طاقة الآلة الآن وأزيد سرعة الدوران. صديقي، أين ذهب؟ لقد اختطفه الشرير ووضعه في الكيس الكبير. توقف عليك الانتظار. لا أجد صديقي في الجوار. إنه موجود بالأعلى يا سخيف. الآن عليكم التنظيف. الآن علينا الفرار. أمسكتكما يا صغار.